وسارة بعد ما دخلت الجامعة شافت سها صاحبتها واقفة على جنب لوحدها راحت وقفت وراها وحطت ايدها على عيون سها أنا مين؟ حشيدك ايدك يا سارة الكلب وجعت عيني عايزة تخليني حلة يا بنت فوزية؟ ايه ايه يا شيخة؟ ما صورة نجاري وطفحت في وشي مرة واحدة كل ده علشان بهزر معاكي أنا غلطانة والله يعني انتي من وجهة نظرك وتفكيرك إن ده زار؟ هزار؟ آه طبعا هزار، أمال بيض بالبسطرمة مثلا؟ يخرب بيت تقل دم أمك يا شيخة، دمي زي العسل وأنا عارفة، مش محتاجة تقوليلي، المهم ذاكرتي كويس؟ بجد يا سارة ما بقتش قادرة أصدق اللي أنت بتقوليه ولا بتتكلمي فيه، سارة بنت أم سارة كانت دايما بتشجعنا على الفساد، بتقولي ذاكرتي ولا لأ؟ مش عارفة يا سهى والله بقيت ان حبيت ماده الفيزياء دي قوي لا يا روحي انت ما بتحبيش الماده انت حبيتي دكتور الماده ايه اللي انت بتقوليه ده يا سهى هو احنا فينا من كده لا طبعا ابدا يا بيت عليا انا برضو ده انا حافظاكي يوه ما خلاص بقى يا سهى هو تحقيق عينيكي فضحكي يا بنت فوزيه ما تلمي نفسك يا بنت الهبله وتكلمي بعقل شويه ايه فضحكي دي ما حسساني انها وكلمتك طب تصدقي ان انا اللي غلطانه يا بنت فوزيه وانا مالي ومالك ما تولعي تحبي تكرهي وانا مالي جاية اتكلم مع واحده ما عندهاش بربع جنيه ذكاء خلاص خلاص صعبت عليا هقولك علشان اتحيلت عليا كتير لو ما كنتش اتحيلت عليا ما كنتش قلتلك والله يا سوء لا بالله عليك يا شيخ وحياة عيالك ما تقولي مش عايز اعرف حاجة منك هو وسارة الجهل الكلام سهى بص يا ستي هحكيلك شكلي كده حبيت الولد الحلوة اللي اسمه نادر ده ده أنا بقيت كل شوية بشوفه قدامي مش عارفة بقى مش حال ما شفتوش غير يومين أو ثلاثة المهم إني بقيت بفكر فيه دايما بصي بعيد عن إني قلتلك ما تقوليش حاجة هو برضو قلتي فموضوع إنك حبتي ده في يومين ده مستحيل مفيش حاجة اسمها كده ليه يا أختي ما بتسمعيش عن الحب من أول نظرة؟ بسمع طبعا لكن اللي حصل ده مش حب من أول نظرة ده حب من أول تهزيق أنتي ما شفتيش اللي حصل في المحاضرة وقتها؟ شفت طبعا وكان بيبصلي بحب أنا عارفة يا سهى يا بنت يا سارة عيونها لا هتدفع عينك يا بعيدة وتعيش حولة طول عمرك اهو على الأقل مش هسمع صوتك حب إيه اللي كان بيبصلك بيه شكلك كده كمان عندك عمى مش عارفه تفرقي بين نظرات الإستخفاف ونظرات الحب منك لله يا شيخة هتموتيني في مرة مررتي مفقوعة منك ومن غبائك، مش هرد عليك يا سهى علشان إنتي من الناس الحقودة اللي بتحب تحبط غيرها. طب اسكتي يا بنت فوزية وكملي إيه اللي حصل؟ إنتي وقفتي وقلتي وبس؟ آه تمام هكمل بس شفته النهارده طالع على السلم وأول ما شفته فكرت إن تهيؤات برضه لكن بعدها قلت إنه مستحيل والفضول أخدني في إن أعرف هو طالع على فين وطلعت وراه على السلم علشان أشوفه رايح فين وأول ما طلعت لقيته واقف قدام شقة ورن الجرس وفي بنت فتحت له الباب وحضنته ابن ال وكان حضنها عادي ده يخوني من قبل ما يحبني يا سوء. ينفع كده انت يرضيكي كده لا طبعا ما يرضينيش يا حبيبتي المفروض ما يخونكيش قبل ما يحبك ده مفروض يخونك بعد ما يحبك علشان ترتاحي لا طبعا ما كنتش هرتاح ده انا كنت هم وهخليه عبرة لمن يبربر يا, يا ايه يا اختي يبربر مش هي بتتقال كده برضو اسمها يا عبرة لمن يعتبر يا بنت الهبله يبقى يا مش مهم بقى هو احنا في حصة عربي دلوقتي ولا ايه المهم خليكي معايا كده اعمل ايه بص كده وركزي معايا هي البنت دي كانت حلوة الا حلوة ده كانت مزة المزز دي تقول للقمر قوم وانا اقعد مكانك يا حلاوة انا كده اطمنت يا حبيبتي مستحيل دكتور نادر يبصلك ده انت بنفسك بتقولي انها مزة يبقى هيبصلك ما خلص بقى يا سوى. انا ما جيتش اكلمك علشان تحبتيني يعني انا عايزاكي تديني امل كده هو ده انا اديهولك ازاي ده دلوقتي يتجاب منين واتباع فين وانا اجيبهولي ده مش بيتباع يا جهله طب يلا يا اختي ندخل المحاضره علشان هتبتدي طيب ماشي ودخلنا المحاضره وبعد ما دخلنا بشويه دخل الدكتور نادر وبدا يشرح المحاضره بت يا سوى. نعم يا ست زفتة، زفتة إيه ما تلمي نفسك؟ أهو اتلمينا قولي بقى عايزة إيه؟ هو إنت فاهمة حاجة؟ آه طبعا فاهمة، الدكتور شرحه حلو أوي، ما أنا عارفة إن شرحه حلو لكن أنا مش فاهمة برضه، ده طبيعي يا حبيبتي ما إنت دايما مش بتفهمي حاجة وبرضه بتسأليني نفس السؤال بحب أسأله أوي يا سارة ونادر شاف سارة وهي بتتكلم مع سهى انت يا نسا انت يا نسا اللي ورا ومقف وقولي كنت بقول ايه حضرتك كنت بتكلمني انا اه بكلمك انت وما وقولي كنت بقول ايه الصراحة معرفش متعرفيش ما, ما تعرفش لي يعني اكيد ما كنتش مركزة علشان كنت بتتكلم مع اللي جنبي لا يا دكتور مش عشان كده انا مش عارفة علشان ما كنتش فاهمة حاجة من شرح حضرتك ومش فاهمة ليه بقى ما كل زمايلك بيفهموا مش مان انت يعني مش عارفه بقى انا ركزت كتير في الشرح هو برضه ما فهمتش حاجه علشان ما فهمتيش تقعدي تتكلمي مع اللي جنبك قولي لنا كده ايه الحاجه المهمه أوي، اللي ما تستناش فاتكلمتي فيها في المحاضره كنت بقول لها اني بحبه واتصدم الكل وبصوا لساره بصدمه وايه اللي انت قلتيه ده يا بنت اما نادر فحس بصدمه والغضب ما يعرفش ليه هو ايه هو يا نسا السؤال يا دكتور سؤال ايه يا نسا مش فاهم حاجة مني كنت بقول لها ان بحب السؤال ده اوي لا يا شيخة طب تمام ماشي اتفضلي اخرجي من المحاضرة واستنيني في مكتبي حاضر يا دكتور هروح ما روحش لي يعني وخرجت سارة وراحت على مكتب نادر وقعدت تستناه لحد ما عدى شوية وقت ودخل وبغضب هو ايه اللي انت قلتيه ده فاكراني هصدق عمايلك بتتكلمي انت وزميلتك في المحاضره وبتقولي لها ده انا بحبه أوي وتقولي لي ده السؤال فاكراني هصدقك مثلا بس ده حقيقه يا دكتور طب لو صدقت وقلت ان حقيقه حكايه انك ما بتفهميش في المحاضره معلش يا دكتور بس انا انا مش بعرف افهم بسرعه هو ما افهم حاجه في المحاضره علشان غبيه ومش بتفهمي حاجه يا نسى ساره انا بحبك يا دكتور نادر بتحبيني ده اللي هو ازاي يعني هو ايه اللي ازاي بقولك بحبك هو انتي انسه عقله وذكيه وبتفهمي علشان تحبي هو انتي فاهمه اصلا يعني ايه حب تكونيش فاكره زي حب السؤال كده وصار عيونها دمعت وقعدت تعيط كتير لا يا دكتور انا صحيح ممكن اكون مش بفهم حاجه وغبيه كمان لكن عندي قلبي بيحب بيه وعمري ما كرهت حد ولا خليت قلبي يشيل من حد في يوم من الأيام لكن انت لك الشرف انك تكون أول إنسان أكرهه في حياتي كل عملته فيا ده وجرحك ليا هيفضل هنا موجود وعمري ما هنسى أبدا بعد إذنك يا دكتور هو خرجت من مكتبه وهي بتجري وبتعيط اللي تسبب في كسرة قلبها النظيف اللي عمره ما كره حد قبل كده لكن من حظها إن يكون أول إنسان تكرهه هو أول إنسان حبيته وجريت والدموع في عينيها وجت تعدي الشارع ولسه بتجري ومش شايفة حاجة قدامها وفجأة جت عربية وهي بتمشي بسرعة كبيرة وصاحب العربية كان بيسوق بسرعة ومش واخد باله من البنت اللي قدامه وفجأة فقد السيطرة ومعرفش يتحكم في العربية وخبط سارة وخدوا سارة على المستشفى ونادر أول ما عرف حس بالذنب وحس بحاجة بتحرك في قلبه وجرى عليها وراح لها وأول ما شافها وبصلها قلبه دق بسرعة ومعرفش هو بيحصل له كده ليه وفضل قاعد شوية وجاي يمشي حس قلبه مش مطوع ورجع لها وقعد يستناها وأول ما فاقت قال لها أنا بحبك يا سارة ومقدرش أسيبك أبدا ولا تخلى عنك بجد يا نادر بجد يا سارة تقبلي تتجوزيني يا مجنونتي وبكده خلصت حكايتنا بتمنى انها تكون عجبتكم وبتمنى تدعمونا باللايك والشير واستنونا في قصة جديدة كوميدية من نوع خاص دمتم في أمان الله أشوفكم إن شاء الله بكرة في قصة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته